وصلنا سالي لفقرتنا الثانية لليوم، هي بتحكي أكيد عن العام الدراسي اللي كل الأهالي اليوم عم يتجهزوا له وبدأوا فيه، فمع هاي البداية تحديات كبيرة سواء بالنسبة للأهل أو حتى للأطفال تترافق مع صعوبات كبيرة، أهمها تحدي إدارة الوقت بين الدراسة وملء أوقات الفراغ بالشي طبعا بنمي شخصية الطفل وبرفع عنه بنفس الوقت. فرح للحديث عن إدارة الوقت للأطفال، معنا اليوم الاختصاصية الاجتماعية رندا علي ديب لتحكي لنا أكثر عن عملية إدارة الوقت ومساعدة الأهل أيضا مشان أطفالهم. بنرحب فيكي ويسعد يسعد صباحك. صباحكم. يسعد صباحك رندا، اهلا صباحك وسهلا فيكي. اهلا وسهلا. يعني دائما نحن بنقول انه بدايه العام الدراسي هو النقطه الحساسه لحتى يمكن كيف الاهل بدهم يبلشوا يعودوا اطفالهم على العام الدراسي، على الدراسه، على تنظيم الوقت. فخلينا نبدا بالاول بالنصائح كيف ممكن نحن ننظم وقتنا. هلا في الوقت هو له مفهوم او بده يكون محسوس، وفي وقت حقيقي، هو نوعين. فنحن كيف فينا نربط الوقت الحقيقي بالوقت المحسوس لحتى نقدر قد ما فينا نقارب انه الطفل يقدر يدرك تماما قد ايه المده الزمنيه الحقيقيه اللي عم بيقضيها لانجاز اي مهمه، سواء كانت مهمه دراسيه ولا كان بقلب البيئه الصفيه ولا حتى بالبيت اثناء تاديه واجباته. لهيك هون بيجي دور الأم بهذا الموضوع، تترك الوقت وتشتغل بالتنظيم مثل ما بالأساس سميناه، هو تنظيم الوقت. هي الفكرة بتنظيم المهام أولاً، بعدين بندخل موضوع الوقت فيها. وللوقت كتير دور كتير كبير لحتى أنا أقدر لامس مشاكل طفلي أو الطالب بقلب الصف، سواء كان ضمن مجموعة أو بشكل فردي لحاله. هاد كله بينعكس لما الأم تبلش تحط مهام ثابتة منظمة روتينية يومية خلال كل حياتها مع طفلها، مو بس وقت العام الدراسي أو بس فترة الدرس. وهاد بيكون متضمن النشاطات والالتزامات اللي واجبة على الطفل تجاه حاله أو تجاه البيت، وبنفس الوقت تجاه دراسته ومستقبله. فهي لما من الأساس تكون حتى قوانين ثابتة، كل كم مرة بالأسبوع عنده نادي، كم مرة بالأسبوع عنده مثلا مراجعة مادة معينة، كم مرة بالأسبوع هو عنده وقت حر يشتغل فيه، بالنهار كيف بيقضي، شو الروتين اليومي اللي بتشتغل عليه. في نقطة كتير أساسية أنا كتير بحب ركز عليها لأي حدا بيتعامل مع طفل، خصوصي بداية ما نحن نشرح له مفهوم الوقت. هي لما أنا بدي أقول له ينطرني أو ينتظرني لفترة معينة، لما بدي أقول له دقيقة فأنا فعلا أعطيه دقيقة، اربط له اياها تماما انه دقيقه تمام. ما اقول له مثلا انطرني 5 دقائق وارجع له بعد دقيقه، اقول له خلص الوقت. سواء كان حتى نحن احيانا وقت بتعاقبه او بتكافئه مثلا، فلما بيكون هذا مربوط بالوقت لازم يكون كتير دقيق. يعني يا رندا مثل ما حكيتي في معاناة للأهل بيعانوها كمان بسبب أنه ما كانوا مؤسسين لإدارة وتنظيم الوقت، وخصوصي كمان بس يبلش العام الدراسي. قديش مهم أنه ينظموا وقت أطفالهم يعني خلال هذا العام، قديش الأهمية، يعني كيف فيهم يخففوا من هيدي المعاناة؟ هي المعاناة الأساسية بتبدأ ببداية العام، أي شيء ببدايته هو صعب، خصوصي فترة انتقال من وقت امتى ما بده بينام، امتى ما بده بيفيق، امتى ما اشتهى يعمل اي شيء هو بيقدر، ما بين هو متقيد بوقت يفيق بوقت معين وينام بوقت معين. فهذا كله هون تطلع المعاناة للأم وللطفل ولحتى المحيطين، لأنه بيصير هذا الموضوع بيشتغل على مزاج الطفل، ما بيعود بمزاج مريح أو مبسوط فيه. لهيك نحن بنبدا دائما مثل ما بنصحهم دائما قبل بفتره كثير بسيطه من العام الدراسي، بلش نظم له وقته وخليه ينام بكير. متى ما نظمت الساعه البيولوجيه بالنوم والفئه انا وياه، فهذا بيرجع على بيتنظم معه وقت اكله، بيتنظم معه وقت امتى يروح على درسه، امتى يرجع، تلقائي. امتى يروح على نشاطه ويرجع، حتى النشاط والهمه اللي عنده بترتبط بتصير بهذا الموضوع. هي فترة النوم هي كتير أساسية، تكون هي دائما أصعب شيء ثابتة عند الأهل. تمام. فأنا بنصحهم أنه نحن ما لو كان الدنيا صيف يكون هذا الوقت مقدس، أنه خلص أنت 8 لازم تنام، شو من كان نحن بمسافرين مع
عنا مسافرين بنشاط بغير نشاط، عنا وقت فري او ملتزمين بشيء معين، انه دائما يكون هذا مقدس وقت النوم لحتى تصير وقت الاستيقاظ كمان مقدس بالنسبه لنا. كمان رندا حكيتي عن نقطه كثير مهمه، انه ما بدنا نوقع بالروتين، ممكن ننظم نحن اوقات النهار بحيث انه كل نهار يختلف عن الثاني، فقدين نحن فعلا قد هذا الشيء لحتى الطفل خلينا نقول يكتسب مهارات اكثر ويلتزم اكثر بنفس الوقت. الفكرة اللي بتساعد ببداية العام الدراسي هي انه انا عندي بدء نهار بحصة دراسية معينة بساعة معينة هي ثابتة طول العام الدراسي، وبنفس الوقت فترة انتهاء الدوام اليومي كمان هي من بوقت معين بينتهي. بتجي بقى عنا الفترة اللي بعدها، هو بشكل تلقائي بده يرجع تعبان لازم يرتاح شوي، بده يرجع جوعان لازم ياكل، فمتى ما هدول الشغلات الأساسية كانوا ثابتين بوقت محدد هن بشكل تلقائي حيكونوا محددين. ننتقل بقى بهي الفترة اللي بعدها اللي بده يحضر فيها واجباته وبده يتسلى شوي ويرتاح شوي، وإذا عنده هواية معينة وأنا هذا كتير بشجع عليه إنه يضل ثابت صيف شتاء، ولو كان بالشتاء ممكن يكون وقته أقل بحكم إنه النهار بيكون أقصر شوي. في كمان لما بيكون ضعيف بمادة معينة أو في عنده مهارات لسه بده دعم فيها، خصوصي إذا كان طفل عنده احتياج معين، نحن حرام دائما الضغط بيكون على هاي الفئة لأنه بده يلحق مستوى رفقاته بكم وقت، بده وقت أطول ليدرس أكثر، بالمقابل هن اللي من نفس الفئة العمرية هن وقتهم أقل ليدرسوا ويتسلوا أكثر. فهون بيجي دور التنظيم ودور التناوب، انه اذا كل يوم عندك لهي الساعه نفس الروتين فانا بنوع لك بالساعتين اللي بقيانين، اذا كل يوم عندك درس معين انت ضعيف فيه لازم تتقوى فانا لازم اكسر هذا الروتين خلال الاسبوع بمره او مرتين بنشاط ترفيهي نشاط رياضي، اذا ما بقدر انا احطه بنشاط ترفيهي خليني ألزمه بنشاط رياضي يكون هو هوايته، وبنفس الوقت ياخذ التعزيز اللي بيقاوم او بيجي بالكفه الموازيه للاحباط اللي هو عم بياخده اثناء ما يتقوى المهاره اللي هو ضعيف فيها. تمام. يعني رندا احيانا في اطفال بيكونوا عايشين حاله فوضى بالصيفيه، بياكلوا امتى ما بدهم، بيلعبوا، بيروحوا على المسبح، فبيلاقوا انه شيء يعني تغير عليهم، شيء جديد فجاه دخل اللي هو تنظيم الوقت، كيف الاهل ممكن يتعاملوا بطرق ليقدروا انه ينظموا وقت ابنهم بدون ما يعذبهم بالطريقه يعني اللي بالعاده الاولاد بيتبعوها؟ بيشتكوا منها. تماما. هي فكره انه انا عندي عام دراسي كامل ب 12 شهر، هو في هالثلاث اشهر هن اللي عم بيكسروا لي الروتين فيه، هن رغم انهم ممكن يزعجوني باول فتره مع طفلي بس هن كمان غير كافيين لانه غير له كل عاداته، لان هن عم بيكون في تناوب في صعود وهبوط، عم بيلتزم بفتره طويله بيرجع بيخل هذا التوازن بفتره قصيره، فهو سنه عن سنه بيصير رجعته للانتظام وللالتزام اسهل واسلس، ما بيعود بيواجه هي المشكله كل ما كبر الطفل، حتى الاهل هن بنفس الوقت بيكون هن حتى عندهم مرونه اكثر ليتقبلوا هذا الموضوع، لانه خلص بيعرفوا اطباع بعض، بيعرفوا طبع ابنهم انه خلص هو حيكون مزاجه منزوع اول يومين بعدين يمشي الحال. هلا في فكره كمان انه انا لازم كأم اثناء النشاط واثناء الصيف دائما ضل عم بردد على مسمع ابني انه هلا صيف، نحن دائما عندنا التزام، اليوم مثلا حخليك تسهر شوي لانه مثلا في تهديد شوي. هي مو تهديد، هي تنبيه، هي توجيه، هي تذكير انه بس نحن مع بدايه العام نرجع نلتزم، هي بتغير شوي بنبرد صوتها بيمشي الحال. تماما. اي تمام. اذا بدنا نحكي رندا عن النتائج، يعني قد ايه فينا نحن نلاقي فرق كثير واضح بين الطفل والاهل المهملين وبالعكس الطفل وحتى اهلهم اللي عندهم كثير اهتمام باداره الوقت، وخلينا نقول لكل ساعه هن حاطين لها شيء معين ونظام معين عندهم. هلا في عندي نوعين من الاهل وعندي نوعين من الاطفال.
عم بحكي انا اطفال حتى للمراحل الدراسيه المتقدمه، يعني مو بس بالمرحله مثلا الروضه او الابتدائي. لما انا بقول في اهل او شديدين كثير بالوقت وهن ابدا كثير دقيقين ومنتظمين، فهذا مو كثير صح، لانه بعمل انا خلل مع ابني بحياتنا. نحن دائما مو الكل منتظم، دائما في ناس ممكن توعدنا وما تكون على الوقت، ممكن في ناس ما تلتزم معنا الالتزام اللي نحن متعودين عليه. فهذا انا ما بعود بعلم ابني يقاوم هاي الثغرات اللي ممكن اذا حطت مخطط معين بحياته فهو ممكن ما يتحقق بسبب شخص ثاني، فهذا رح يزعجه ورح يعرقل سير حياته. في النوع الثاني من الاهل اللي هن لا، هن ناس عندهم مرونه، في عندهم شيء ثابت مقدس ما في حدا يقرب عليه، بس في شيء ثاني دائما في خطه بي، دائما في انا عندي احتمالات ثانيه، دائما انا ممكن اذا وقعت بمشكله التف عليها، ممكن انا اذا كانت مشكلتي بوقت فانا بحلها بشيء ثاني. فالنوع الثاني اللي هلا بالاطفال هن او الاطفال اللي هن رح يلتزموا بحسب مرونه الاهل، هن ما حيعذبون ابدا. في كل من كان اطفال، كل من كانوا عنيدين، كل من كان الاهل منظمين وعنيدين، الاهل الاطفال حيكونوا معنيدين اكثر. هلا هون في القسم الثاني من الاطفال اللي انا بحب كثير ركز عليه، اللي بتظهر عندهم بقى المشاكل مثل التشتت، ضعف الانتباه، ضعف التركيز، هذا كله بيظهر لما أنا بشتغل بالوقت ومفهوم الوقت وإدراكه. لأن الطفل اللي عنده هاي المشاكل ما بيقدر يدرك الوقت إمتى يبدأ بمهمة بوقت معين وإمتى ينهيها خلال فترة محددة، بالعكس هو بيتشتت فهو بينسى حاله بهذا الوقت. فهون أنا بقدر أعرف أنه أنا ابني أخذ وقت أطول من اللازم بإنجاز مهمة معينة، وهذا الشيء عم بيتكرر، والوقت ما عم بيكون ثابت اللي عم بيطول فيه، معناتها هو مو لأنه عنده ضعف بشيء معين، بالعكس هو عم بيستغرق بالوقت. أو مثلاً ممكن يكون ما بيعرف ينتقل من مهمة لتانية، فكمان هاي الانتقال بالمهمات سواء كان يضب غرفته أو ينهي واجب مدرسي، كل هاي الأمور بتعطيني مؤشرات لطفلي إنه عنده طبعاً أشكال. يعني رد هذا الموضوع لازم يكون له حلقة كاملة لنحكي بالتفصيل عنه. يعني بدنا نتشكر وجودك معنا، دائماً بتضيفي للصباح عنا نكهة تانية ونصائح بيستفيدوا منها كل مشاهدي أخبارية سورية. شكرا لك، شكرا لك، سعد صباحك. شكرا لك رندا، ونتمنى اكيد يكون كل الاهل قدروا يستفيدوا من هاي النصائح. شكرا لك.